الحقيقة انه ما حصل اليوم وما بث اليوم في الصحيفة الامريكية واشنطن هو يؤكد على ان قطر ومنذ فترة طويلة لا زالت تستمر في دعم الارهاب والارهابيين والمنظمات والميليشيات المتطرفة والارهابية. حاليا ما تم الكشف عنه هو الحقيقة هو مسار لسلسلة من الدلائل والبراهين المثبتة والمعلنة والتي كشف عنها من خلال الفترة الماضية، وحاليا يكشف عن الحقيقة أنه كل دليل يأتي بعد فترة هو يصفع النظام القطري بأكثر من السابق. لذلك نحن نعلم أنه عند الآن يؤكد هذا الموقف وما تم التسريب فيه، يؤكد أن عدم توقيع قطر الاتفاقيات وآخر اتفاقية في 2014 اتفاقية الرياض هو دليل على إحساسها بأن هناك أمور سوف يتم كشفها للمجتمع الدولي وللقارئ العربي والمجتمع بشكل عام.